نبتدي فقرة تانية مهمة مع حضراتكم النهاردة، وإحنا طبعا بنستعد لموسم الامتحانات. في الفترة دي بتكون الأسرة دايما مشغولة بإزاي نقنع الطفل أنه يذاكر ويقضي وقت أطول من المعتاد عشان تحصيل اللي بيتعلمه في المدرسة في الترم ده وكمان مراجعته، من غير ما نحسسه أن في ضغط كبير عليه وأن الموضوع عبء. خصوصا الأطفال في الفترة دي بتلاقيهم بيطلعوا حاجة كتير عشان ما يذاكروش. طيب ازاي هنحل المشكلة دي؟ ازاي هنخليهم يذاكروا؟ وازاي هنتعامل معها بشكل صحيح من الناحية النفسية؟ تفاصيل اكتر هنتكلم عنها في فقرتنا مع دكتورة ولاء شبانة، استاذ علم النفس والخبير التربوي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. النور عليكم، اهلا بيكم. ازاي يا دكتور يذاكروا؟ يعني دي مشكلة بتواجه، لو انا مقتنعة ان ما بيحبش المذاكرة انا حسيته ازاي يا دكتور يذاكر؟ انا بحب المذاكرة، انا كنت طفلة بحب المذاكرة جدا، يعني انا كنت بحب اذاكر، ما انا كنت مسميني الدحاحة، ما اعرفش ايه اللي حصل لي بعد كده، بس انا كنت بحب اذاكر. بس دلوقتي الاجيال ما بتحبش تذاكر خالص، كل الاجيال صغيرين كبار، يعني ممكن ما يخشوش الامتحانات وما يقولوش كمان. يعني على فكره يعني للاسف بقت منتشره. يعني ازاي نخلي، هنبتدي بالسن الصغير وطبعا مع الكبار اللي هو بيبقى اصعب، ازاي يخليهم يحبوا يذاكروا؟ طيب احنا هنقول الاول يعني ايه مذاكره، وهنقول بعد كده ليه الصغير اسهل من الكبير. هو كلمه مذاكره اساسا جايه من الذاكره والاستذكار، بمعنى ان اي حاجه انا محتاج ان انا احتفظ بيها في دماغي عشان اقدر ان انا اطلعها في الوقت المناسب لابد ان يتوفر ليها ذاكره. انا عندي نوعين من الذاكره في علم النفس، ذاكره المدى القصير وذاكره المدى البعيد. احنا للاسف دايما بنتعامل باسلوب خاطئ في المذاكره، فبالتالي بتلاقي ذاكره المدى القصير هي اللي بتتحكم اكتر، لان انا ما بقدرش احط المعلومات او اي انفورميشن في ذاكره المدى البعيد، فبالتالي باجي عند الامتحانات وداوت اي معلومه تظهر بالنسبه لي خالص. يبقى الحل ايه؟ ان انا من البدايه اعرف ازاي اقدر ان انا اذاكر لاولادي صح، اكلهم ايه، الاماكن المناسبه ليهم ايه، المادة العلمية أقدر أن أنا أوفرها لهم إزاي، بعيدا عن فكرة أن هم بيحفظوا عشان يحطوا المعلومة، بيحفظوا عشان يحطوا المعلومة دي لا يمكن أن هي تكون مجدية حتى فيما بعد، لأن بكررها للمرة المليون، احنا التعليم عندنا في مصر وفي الدول العربية غالبا بيبقى تعليم تراكمي. ففكرة أن أنا أدي معلومة عشان الولد يدخل يصبها في حلة الامتحانات زي ما بنقول، ويبقى طول الصيف ناسي والدراسة اللي بعدها يبدأ من أول وجديد، الحقيقة ده ضرب من الصعوبة الشديدة على الأطفال. أما بالنسبة لفكرة التفاوت الطبقي والمرحلي ما بين الأطفال وما بين بعضهم، دايما حتى احنا في المثل بنقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لان دماغهم بتبقى فاضيه اكتر من الكبار، المغريات بالنسبه لهم بتبقى اقل شويه، ما بيبقاش لسه عندهم تكوين لبناء الشخصيه قوي اللي هو قادر ان هو يرد او يتمرد او ما الى ذلك. والله بيتمردوا لا ما ده الكبار بقى يعني، لكن الصغيرين الموضوع محدود، استني اللي جاي اكتر يعني. فبالتالي الموضوع بالنسبه لهم بيبقى اسهل بكتير قوي في مجال ان دي حاجه جديده، مجتمع جديد، قادر ان انا يبقى عندي ابيلتي للمدرسه بتاعتي، ابيلتي للكتب بتاعتي، فدي الحياه بتفرق طبعا بالنسبه لهم كتير جدا. عشان كده دايما المذاكره مع الصغيرين بتبقى مجتمع تاني وبتبقى يعني احسن بالنسبه لهم أسهل من الكبار. اه بالظبط. طيب دكتور، يعني فكره زي ما حضرتك قلتي وصفنا فكره الاستذكار، يعني برضو من الحاجات اللي هي الطرق سواء كانوا صغيرين او كبار ما يبقاش فيه كم كبير. لو انا بادئ من الطفل من اول يوم بياخد جزء صغير، فببدا انا اساعده وراجع معاه الجزء الاولاني او اذاكره، وبعد كده بدل ما يتراكم علي، على فكره وده مع الكبار بقى للاسف هم بقوا متعودين اللي قبليها بيوم. ازاي انا بقى فعلا ابدا انا اشجع الطفل الصغير او حتى انصح يعني الشاب اللي هو في سن المراهقه في فكره انه كل ما هيبقى الكم قليل عليا وابدا من الاول اذاكره هيبقى سهل عليا في الاخر، ان ما يبقاش متراكم عليا شيء. طيب هو بس خلينا نشجع الكبار الاول، لان هم القائمين، هم اللي بيعملوا على الموقف الحقيقي، او هم اللي بيبقوا قلقانين. يعني من بعض الاخطاء الشائعه اللي احنا دايما بنشوفها اللي هو وريني انت ذاكرت قد ايه النهارده، قد ايه اللي هو ازاي يعني ايه قد ايه؟ انا المهم بالنسبه لي الكيف مش الكم، كيفيه الاستذكار نفسها ومدى وصول المعلومات اللي قدر ان الطالب يحصلها في الوقت ده اهم بالنسبه لي من الكم. انا ممكن اذاكر يعني ماني يونتس في يوم واحد لكن وده والتحصيل خالص بالنسبه لي، يبقى الاهم بالنسبه لي انا حصلت ايه من المعلومات الصح اللي اقدر ان انا انفذها براكتيكال فعلا، او ان انا اقدر ان انا اجاوب عليها اجابه مقاليه فعلا مستطرده بشكل كافي. اهم بكتير قوي من ان انا ابقى قريت الكتاب كله وانا مش فاهم اي حاجه، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا.
الاهم بقى ان انا اوجه ابني ازاي. طبعا ده احنا قلنا ده خطا شائع وخلاص احنا مش هنكرره طالما عرفنا ان دي مشكله، مش هقعد اسال انت ذاكرت قد ايه. لكن هقول ان احنا دورنا كاسره داخل البيت بتعمل ايه عشان تقدر توجه الطفل ده بشكل صحيح. هو ستيل طفل، حتى لو هو وصل للثانويه العامه هو ستيل بالنسبه لنا طفل، يبقى المفروض ان هو محتاج ان احنا نعمل معاه فولوينج بشكل مستمر وتوجيه بشكل مستمر وتوجيه بشكل اندايركت مش بشكل دايركت، لان احنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان الجيل ده ما عندوش استعداد لتقبل المعلومه بشكل مباشر او الاوردر بشكل مباشر. فهنتحايل على الموقف شويه ولازم نتعب يا جماعه لان دول اولادنا. مفيش اب بيقول اصلا انا مش فاضي، ولا ام تقول اصلا انا مش هقعد احايل وكل واحد عارف مصلحته واللي ياكل على درسه ينفع نفسه. لا يا جماعه الموضوع ده انتهى، يعني ياما ناس خلعت دروسها وبتنفع. طب والله دكتور طب اكمل بس. فالمهم بالنسبه لي ان انا اوجه صح، اعرف طرق الاستذكار الصح بالنسبه لي ايه، اعمل ايه، اوفر المكان ازاي، الالوان المناسبه ايه، مكان المذاكره بالنسبه لي يبقى صح ازاي، الماكولات المناسبه في الوقت ده ايه. طيب قبل ما نتكلم على المكان المناسب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، هل وسائل التحفيز والعقاب هتنفع؟ يعني لو ما ذاكرتش انا هاخد منك الموبايل، لو ذاكرت انا هجيب لك هديه، دي بتنفع ولا دي بتبقى هو خلاص فهم هيعمل ايه يوم ما يعوز يجيب حاجه وفهم يتعامل مع الام والاب ازاي؟ تمام، هما في الحاله دي احنا بنتكلم في تو سايدز، المفروض ان هما اجنست البعض، فانا دايما يعني بلجا للجانب الايجابي اكتر، يعني ما اقولش لو ما ذاكرتش مش هعمل كذا، خليكي دايما في لو ذاكرت، يعني خلينا دايما في الايجاب. حتى لو في اي مشكله سلوكيه تانية لو كذب في حاجه اقول خليك صادق عشان طول ما انت صادق كذا، ما جيبش سيره الكذب دي خالص لان دي بترسي المعنى السلبي للاسف فيه. فالصح جدا ان انا اتعامل بمبدا الحافز ولكن مش على طول، لان انا كده لو بتعامل بالشكل ده على طول هلاقي الحوافز كلها خلصت بالنسبه لي، ما انا مش هقعد كل يوم بحافز. يا اما احاول ان انا ابعد مدى الحافز ده بالنسبه لهم، بمعنى ان يعني مثلا لو ذاكرنا كويس الاسبوع ده ان شاء الله هنطلع رحله الاسبوع ده، مش لو ذاكرت مش لو خلصت الهوم ورك بتاع النهارده هنروح رحله، ما فيش رحله كل يوم، منين الكلام ده؟ هنروح لتيتا الاسبوع اللي جاي، لا هجيب لك البايسكل مثلا اللي انت عايزاها، او هجيب لك مثلا يعني باي ذا واي اي هديه انت محتاجاها خلال الشهر ده. يعني لو كان في نتيجه كويسه طوال الشهر انا هقدر ان انا اوفر لك الحاجه اللي انت بتتمنيها في مقابل ان انت التزمتي بالوقت وبالكيفيه اللي احنا محتاجينها. فابعد تماما عن مبدا العقاب، لان انا لو وصلت لابني، احنا بنقول حتى لو تعاملنا في مبدا المشيئه بالسلب، يعني كون ان انت بتوصل لابنك لما يطلب منك حاجه تقول له ان شاء الله فيوصل له، المعنى كلمه ان شاء الله دي اللي هو يعني مش هيعمل بابا وماما مش هيعملوا حاجه. نفس المبدأ في الصلاة، في المذاكرة، في أي حاجة واجبة بعموم الحياة، لو أنا وجهتها للجانب السلبي هو هيبقى عنده الامتصاص الأكبر للجانب السلبي أكتر من الجانب الإيجابي. طيب المكان بقى، عشان حضرتك قلتي نقطة مهمة سواء المكان أو الأكل. فكرة المكان، لأنه ناس كتير ما بتصدقش تقول يعني ما هي دي أوضته، طب ما هي مثلا، أنا مش عايزة يعني أبقى أنا اللي بجاوب بس من خلال الخبرة، يعني أنه مثلا تهوية، شمس، الحاجات اللي بتساعد على ده أهميتها قد إيه في فكرة سواء استذكار المعلومة أو حتى النفسية أن أنا ذاكر؟ عارفة زي حاجة في طلاب أنا مش قادرة ذاكر في المكان ده، أنا مش عايز أقعد. لا كمان أنا عايز أكمل على سؤالك حاجة يا دكتور، الوقت. يعني في ناس، يمكن أنا بسألك السؤال ده لأن أنا كنت من الناس دي، أنا ما بعرفش أذاكر الصبح، ما بعرفش أذاكر غير لما الناس كلها تنام، كنت بحب أذاكر في وقت الفجر. فده ليه علاقه ايه نفسيا، ولا ليه علاقه ان الدماغ بتبقى تستوعب اكتر في الوقت ده؟ دي بعض الفروق الفرديه اللي هنتكلم فيها. هنتكلم في موضوع الاماكن الاول. انا بما ان انا قلت ان انا محتاج ان انا اشجع الذاكره اكتر وعشان يبقى اسلوب الاستذكار صحيح، يبقى لازم ابعد عن كل المشتتات اللي حواليا. اي حاجه حضرتك محتاج ان انت تحطها كمعلومه ثابته ما بتتغيرش ابدا، حتى وانت بتحضر الدكتوراه انت محتاج ان انت ما تلاقيش المشتتات الكتير اللي حواليك، محتاج ان انت تلاقي دايما اقرب حاجه لاسلوب المعيشه قريبه منك زي الميه مثلا، مش محتاج ان انت تتشتت باصوات حواليك، مش محتاج تتشتت بحر ولا ببرد ولا بنقصان ميه جنبك وما الى ذلك. يبقى اذا انا بحاول ان انا اساعد ان كل العوامل اللي تخلي التركيز صح وما تخليش النسيان يبقى داخل معايا بشكل كبير جدا، واحافظ على ذاكره المدى البعيد مش القريب، لان القريب ده بالنسبه لي ملوش اي لازمه. القريب ده بالنسبه لي اللي هو انا محتاج اعمل ايه عشان اعمل صينيه الكيك بس، مش اكتر من كده، مجرد ما خلص صينيه الكيك الموضوع انتهى. لكن في المبدا التراكمي عموما لا، ما ينفعش ان احنا نتعامل بذاكره المدى القريب اطلاقا. يبقى اذا اول حاجه احنا عندنا مشكله كبيره جدا، هي مبدا ان السفره دايما هي معمل المذاكره الحقيقه، مش عارفه ليه القصه دي فعلا غريبه. ليه يعني ليه انا اظلم حله المحشي واحط بدلها لاب؟ ليه يعني ليه؟ عايزه اقول لحضرتك ان السفره دي في حد ذاتها
يعني عنصر مشتت غير عادي. ليه؟ لأن أنا دايما عندي وخاصة في المراحل اللي فيها تشتيت أعلى أو تلكيك عشان ما يقدروش إن هم يعني يذاكروا، فبيبقى عندهم هروب في اللاوعي من فكرة إن أنا عايزة أذاكر، فبيظهر معاه حاجه اسمها المثير الشرطي. المثير الشرطي ده اللي هو ايه؟ اللي هو دايما مرتبط او مشترط بالمكان. فكون ان انا متعود، ده لو انا متعود ان انا ولادي بياكلوا على السفره، على طول الاكل بيبقى موجود على السفره، فبالتالي انا لفت انتباهه ان هو متخيل المائده المستديره بالنسبه له، كلها اكل وحاجات جميله، وناسي خالص مبدا المذاكره. حتى لو هو بيذاكر هيبقى فيه عنصر تشتيت بالنسبه له. بس الاهالي بتعمل كده، تقول اهو قدام عيني انا شايفاه مثلا مامته رايحه جايه، مش في اوضه قافله. ده هي رايحه جايه، دي تشتيت لوحدها. يعني هي ماما لوحدها رايحه جايه بتعمل قلق في البيت اساسا. يعني دي بحد ذاتها احنا مش محتاجينها خالص. احنا محتاجين ان احنا نوفر جو كويس. عندي الغلطه الثانيه، يعني انا بتكلم في ان المكان هو ما يكونش فيه اي مثير دخيلة، يبقى المكان ده هو ما بيفكروش غير بالمذاكرة بس. لو هو مثلا عنده مكتب أو عنده ترابيزة باختلاف المستويات، المفروض أن التيبل اللي هو بيذاكر عليها دي anyway هي إيه؟ تبقى موجهة ناحية الحائط، بمعنى ان ما تبقاش موجهه ناحيه الباب، فاي حد معدي رايح جاي هلتفت ليه غصب عني، وما اقولش اصل انت مش عارف تركز. ايوه، ما هو مش عارف يركز من اللي انتوا عاملينه في البيت، يعني ده يركز ازاي؟ واجي بعد كده لوم، هو الولد جاب النتيجه دي ليه؟ هي البنت جابت النتيجه دي ليه؟ ما يا جماعه، ما انتم عاملين عناصر دخيله ظالمه للطفل في الوقت ده. الحاجه الثالثه والمهمه، ان حتى المكان اللي هو بيذاكر فيه، يعني في اهالي تقول لك ايه التكييف والدنيا، لا حضرتك التكييف دي حاجه مش صحيه خالص. بالعكس، المفروض كل يوم الغرفه اللي هو بيذاكر فيها لازم تتهوى كويس جدا، لازم يتجدد الاكسجين فيها بشكل كافي، لازم يكون فيها الاضاءه كمان كويسه جدا. يعني في ناس بتقول لك الاضاءه ده مهمه جدا، تجيب الاضاءه الصفراء. الاضاءه الصفراء دي مضره جدا. وضع الاضاءه نفسه بيفرق اصلا من الخلف للامام. يعني المفروض ان الاضاءه ما تبقاش في مواجهه يعني العين. معلش يا دكتور، يعني ايه الاضاءه الصفراء مضره؟ لا، هي ما بتبقاش مديه رؤيه واضحه للكلام بشكل كافي. يعني الاضاءه اللي هي البيور، اللي هي اللمبات المصنفره البيضة دي افضل كتير في الرؤيه الحقيقه. طيب احنا يعني مازال عندنا اسئله كتير، لكن الوقت بيجري، وان شاء الله نقسم مع حضرتك بعد كده باذن الله في فقراتنا ان احنا بقى قبل الامتحان على طول، لان برضو ليه تجهيز معين بعيدا عن الاستسكار. وصواني السندوتشات والنبي بلاش واللي يعني بتدخل كتيره دي، صح حضرتك؟ صح، خلينا سناكس خفيفه بس وكده. باذن الله. بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا على نصايح حضرتك دايما. دكتوره ولاء شبانه، خبير او استاذ علم النفس والخبير التربوي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا خلصنا مع حضراتكم الفقره دي، لكن لسه بالتاكيد فقراتنا مستمره معاكم في هذا الصباح بعد الفاصل.